السلام عليكم ورحمه بكم في السكري دو فامين جديد ومره اخرى اليوم حنديروا الفيديو الرابع من سلسله العنايه الطبيعيه نتمنى هذه السلسله راهي عجبتكم واستفدتوا منها كما انا شخصيا انا يعني مستفاده منها بزاف في حياتي اليوميه يعني حاجات طبيعيه ما نخافهمش اون بلوس رانا نوفروا دراهم بارابور لي برودوي لي نشروهم من برا دونك اليوم راح نديرو ماسك طبيعي لي نسحقو فيه كركم نسحقو اه حمص مرحي يعني حميصه مرحيه ولا كارانتيطا راهي حنا نعرفوها في الجزائر بالكارانتيطا ونسحقو ماء الورد دونك نحكمو هاد المكونات كامل نخلطوهم كيف كيف نفوتو نخلطو نحطو الكارانتيطا هي الاولى ولا, ولا كيما قلت لكم حميصه مطحونه او كاين لي يقولولها الحمص مطحونه نحطو شويه كل واحد يدير كونتيتي كيما دائما نقول لكم يدير كونتيتي اللي تساعدو دونك نزيدو نحطو شويه تاع كركم هذا الماسك كيما درنا مقبل غسلنا وجهنا مليح ومن بعد قمنا بتقشير البشره تاعنا بالمقشر اللي درته لكم في الفيديو الثاني من بعد ما قشرنا تحبوا ديروا بوخال لوجهكم راح يفتح لكم المسامات ومن بعد ديروا البيلوف هذاك تاع بياض البيض يعني حيعطيكم ناجي اه يعني حيعطيكم نتيجه مليحة خير أنا ما نحبش البخار بس نحس بلي راح يفتح لي المسامات كتر ومن بعد يقعدوا كاك مفتوحين ما نحبش نديرو ما اللي يحب يدير قلتلكم يغسل وجهه يدير المقشر يدير البخار يزيد يدير آه البيلوف هذا تاع بياض البيض ومن بعد يدير هذا الماسك اللي راني عطيته لكم اليوم اليوم في سلسلة السلسله عندنا دو ماسك طبيعيين هذا الماسك اللي راح لكم اليوم وكاين ماسك واحد اخر اللي راح يجي في الفيديو الخامس ان شاء الله دونك مور ما حطينا الغارنتي طاز زدنا حطينا الكركم نطم الخليط تاعي بماء الورد يعني بشويه ندير تدريجيا باش ما نحصلش على خليط بزاف جاري اللي راح غنحطو في وجهي ايسيلي دونك نخلط بشويه حتى نتحصل على لا اللي راح نوريها لكم في الاخر كيفاش راح تكون دونك نزيدو بشويه مع الاستمرار في الخلط دونك هذه هي كيفاش راح يولي لنا ماشي جاري بزاف وماشي محكوم مليح هكايا يعني حتى نقدروا نقدروا نحطوه في البانسو ويمشي لنا آه, يمشي لنا مليح في الوجه تاعنا دونك الفائده تاع تعال... دونك الفائده تاع الكركم يعني فيها واحد المواد يعني تبيض لنا البشره تاعنا هذا اللي راح نحوسوا عليها في الصيف والفائده تاع تعال... الحميصة يعني راح تعطي لنا تنحي لنا الخطوط الدقيقه الموجوده في الـ في البشره تاعنا وماء الورد راه معروف شحال مليح للبشره يوحد لنا اللون يعطينا بياض واشراق وثاني مليح للبشره الحساسه دونك دونك هنايا مقعد غير الى اللقاء دمتم في رعايه الله وحفظه الى فيديو اخر ان شاء الله نتمنى الفيديو تاع اليوم يعجبكم ما تنساوش الى عجبكم